عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. قلوبنا فرحانا، فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتنا برضاكم لبيتوا دعوانا، وإحنا يا بلقاكم قلوبنا فرحانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا، إن شاء الله يهنى بالكم في ظل لمعانا، العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. شكرا 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 أبنائي، شكرا، مرحبا مرحبا بكم. والله والله صدقوني غير عمو يزيد ما تقدروش تتصوروا السعادة نتاعو وهو يفي بالوعد. كنت وعدتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلي نزوركم في مدينة المنيعة وتكون أول محطة. والله حبيتكم اليوم معايا لما تكلمنا على هذا المشروع، مشروع عمو يزيد، حفلات عمو يزيد عبر مدن الوطن، وين تكون رسالة تربوية وترفيهية في نفس الوقت لأبنائنا أطفالنا باش يترباو بالطريقة السليمة على القيم، القيم اللي تربينا عليهم احنا، القيم تاع جدودنا تاع بلدنا. لما تكلمت مع السيد الوالي، والي ولاية غردايا، والله ما تقدروش تتصوروا كيفاش رحب بالفكرة، وهو كان من الناس القائمين اللي ألح أنه عمو يزيد لازم يجي لولاية غردايا وتكون المنيعة أول محطة. إذن تحيات مدبية، تحيوا معايا السيد الوالي، تحية تحية تحية، شكرا، بالغلو تحيتنا. احنا نحبوا نثمنوا العمل، العمل تاع الناس، لما الناس تكون واقفة على الثقافة واقفة على التربية لازم نثمنوا العمل هذا. إذن هذا الحفل الرائع، هذا الحفل الرائع من تنظيم ولاية غردايا برعاية مجمع الشروق وشركة رامي وشركة شيبس مهبول، حبينا يكون عرس، عرس عرس الأخلاق، عرس التربية، عرس المثابرة، عرس طاعة الوالدين، عرس الاحترام. يا أحبائي رانا هنا اليوم باش نديروا اليد في اليد مع الأولياء تاعكم باش انتوما يا أحبائي الأطفال تترباوا على القيم الجميلة اللي نعرفوها تاع بلدنا. واش رايكم احبائي؟ السؤال الاول، تحبوا الاسئله؟ السؤال الاول سؤال بسيط وسهل، كم من ولايه تحد ولايه غردايا وما هي؟ ولايه غردايا كاين ولايات تحدها، كم هي وما هي هذه الولايات؟ شكون اللي يقدر يقول لي؟ شوفي الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ آية. آية، شحال في عمرك آية؟ 14. 14 يوم؟ واسمها سنة. سنة، الله يبارك. مرحبا بك بنتي، شاطرة في الدراسة؟ إيه. الله يبارك، شحال من ولاية تحد ولاية غردايا؟ كم؟
لا لا مش ربعة، أكثر شوية. شكون اللي يعرف كم من ولاية وما هي؟ شوفوا لنا الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ بشرى. بشرى، شحال في عمرك بشرى؟ 11 سنة. 11 سنة، تقراي مليح؟ نعم. شحال جبتي المعدل؟ 17.53. واو، 17.53. تصفيقة 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 عليها، تصفيقة عليها. عمو يزيد يحب الأطفال اللي يقراوا مليح. إذا بنتي كم من ولاية تحد ولاية غردية؟ 48 ولاية. والله يا بشرى ما راكيش غلطة، ما راكيش غلطة. ولاية غردية هي مركز تاع 48 ولاية، ولكن بنتي شحال من ولاية على حدود ولاية غردية؟ عندك فكرة؟ ما عندكش. شكون يعرف؟ شوفوا الشطرة هذه. شحال؟ لا لا. ولكن السؤال، السؤال هما لازم تقولوا لي هذه الولاية شكون؟ كم من ولاية؟ يلا شكون شكون؟ شحال؟ لا لا. كم من ولاية؟ شوفوا الشاطر هذا، شوفوا لنا الشاطر هذا. يلا يلا. واسمك ولدي؟ عصام. عصام شحال في عمرك عصام؟ 10. 10 ايام؟ 10 سنة. 10 سنوات، الله يبارك عصام. شحال من ولاية تحد ولاية غردايا؟ 7 ولايات. لا 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 لا، قزت لها شوية، كثرت لها شوية. شكون اللي عرف؟ يلا شوفوا لنا الشطرة هذه. واسمك بنتي؟ يلا. زهيرة. زهيرة، شحال في عمرك زهيرة؟ 11. 11 يوم؟ نعم. شحال من ولاية تحد ولاية غردايا؟ 5. لا لا. إذا فكروا في السؤال، كم من ولاية تحد ولاية غردايا وما هي؟ ونغنوا مع بعض جاءت العطلة. يلا. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة، وها نحن اليوم في عطلة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة. نلعب ألعابا جميلة، ممتعة ومفيدة، نمرح ساعات طويلة، نمضي أوقاتا سعيدة، نمضي أوقاتا سعيدة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبة. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتبا، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا اللعبة، لا أمضيه لهوا اللعبة. جاءت العطلة، جاءت العطلة، فبها نحن مسرورين. جاءت العطلة، جاءت العطلة، وكم بنجاحنا فرحانين. بذلنا جهدا ودرسنا، لم تكن أياما سهلة، وفقنا الله ونجحنا، وها نحن اليوم في عطلة.
شكرا. أساعد أبوي في البيت، أسافر أرسم أقرأ كتب، أعرف كيف أنظم وقتي، لا أمضيه لهوا لعبا. أحبائي لا أمضيه لهوا لعبا. برافو برافو. أحبائي هناك وقت للعب واللهو، جميل أن الطفل يلعب ويمرح، ولكن الطفل الحادق هو الذي لا ينسى درسه يوما. كاين أغنية الجد، في هذه الأغنية عمو يزيد يقول: راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما. أحبائي هذه الأغنية أغنية الجد، أي صفحة؟ يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. أي صفحة الجد؟ إذن أصدقائي صفحة 20، نغنوا مع بعض كامل الجد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، كامل تغنوا. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين، فاسعى إليه ولو في الصين. راجع درسك بعد الفهم، تصبح أنجب من في القسم، تصبح أنجب من في القسم، والعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، ما بين الجد واللهو، فالتلميذ الحادق دوما ما فرط في درسه يوما، ما فرط في درسه يوما. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد، فالدنيا ميدان الكد. فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طرب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى، فاكسب علما تبني وطنا، سابق واشغل فيه الزمن، سابق واشغل فيه الزمن، واجعل طرب العلم الأولى من بين الغايات المثلى، من بين الغايات المثلى. يا ابني شمر للجد، فالجد عنوان المجد، هذا قولي هذه عادتي، فالدنيا ميدان الكد. شكرا أحبائي، شكرا شكرا. وزع وقتك عند الصحو، ما بين الجد واللهو، فالعلم شرط التمكين، فاسعى إليه ولو في الصين. Thank you.
أحبائي، راجع درسك بعد الفهم تصبح أنجب من في القسم. يا أحبائي، مراجعة الدروس في يوها شيء مهم جدا، ما تستناش حتى الدروس تتراكم عليك يا أخي. يا أحبائي، هذا وعد، هذا وعد. ولما ما نديروش الواجبات في وقتها وتتراكم علينا، ومن بعد نروحوا للمدرسة وحنا ما دايرينش الواجبات وحنا خايفين، واش يسرى؟ ويلاتي يا ويلاتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. كامل. ويلاتي يا بأشد العقاب. يلا كامل معايا، تغنوا كامل معايا هكذاك باش ما ديروش، تردوا بالكم على تراكم الواجبات. يلا، ويلتي يا ويلتي. بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي، لن أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قالت أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ضيعت وقتي سودا في اللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغداء وصرت الآن في مأزقي. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لا كلا لم أقم به. صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. شكرا 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 أحبائي. لازم تعملوا بالمقطع الأخير، من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي، وتلميذا مجتهدا لأفرح أمي وأبي. برافو برافو برافو، لأفرح أمي وأبي. كم من ولاية تحد ولاية غردايا، وما هي؟
يلا 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 تلاميذ النجباء يلا اعطيتكم وقت كافي يلا اعطيتكم وقت كافي. واسمك؟ عثمان بالمداني. واسمك؟ عثمان بالمداني. عثمان بالمداني الله يبارك. شحال في عمرك عثمان؟ 11. اذا شحال من ولايه تحد ولايه غردايا؟ 6. 6 الله يبارك. اول جواب صحيح، ولكن يا عثمان الشطر الثاني من الجواب، ما هي هذه الولايات؟ يلا. اغواط. اغواط. ورقله. ورقله. أدرار. أدرار. عين صالح تابعة لأي ولاية؟ تمارست. تمارست. زيد خصك واحدة. يلا هو قالوها مراك أم يعيطوا يلا. ورقلة. لا لا قولوا له. البيض. البيض. تعال 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 جيبوه تعال تعال. عاونوك نورمالمون الهدية تقسمها معهم كم. شوفوه وين يسكن، لأن الهدية عبارة عن لعبة باش تروحوا كامل تلعبوا معاه. هي لعبة اجتماعية، فهمت عثمان؟ كل يوم توجد لاتاي دبر راسك يجوا يلعبوا معك. أحبائي والله جميل جدا. شيء آخر، سؤال آخر مباشرة دركا. رقم ولاية غردايا شحال؟ تعرفوها كاع؟ رقم ولاية غردايا شحال؟ شحال؟ 45؟ 43؟ 38؟ مانيش نسمع. 40؟ 44؟ 47. يا سلام يا سلام على ولاية غردايا. ولكن السؤال ما كانش هذا، هذا سهل. سؤال أصعب شوية. يلا، في أي سنة صبحت ولاية غردايا ولاية؟ وقبل ما يكونوا ولاية غردايا 47 كاين 48 ولاية يا أخي. أوكي، في أي سنة صبحت غردايا ولاية؟ وشحال كان عدد الولايات قبل ما يصبحوا 48؟ هذا ما كان سهل. في أي سنة صبحت غردايا ولاية؟ وشحال كان عدد الولايات قبل ما يصبحوا 48؟ يلا شكون؟ فيفي شوفي لنا. يلا شوفوا لنا، شوفوا لنا الشاطر هذا. يلا هذا الشاطر هذا اللبس الاحمر هذا. 85. واسمك؟ عبد الحامي. 85 مانيش داكور. 85 لا لا ماشي 85 ولا 88. معليش خلاص 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 وليدي ماشي 85. شوف الشاطره هذه. واسمك بنتي؟ سميره. سميره شحال في عمرك سميره؟ 12 سنه. 12 سنه شاطره في الدراسه شويه؟ والو والو. واش والو؟ تقراش مليح؟ 12. 12 مليح بنتي. 12 راكي مليحه، لازم تعملي اكثر، ولكنك ممتازه بنتي. علاش يا احبائي خاصه الاولياء، لما ولادكم يجيبوا معدل مليح ماهوش ممتاز ولكن مليح، عرفوا بلي هذاك الطفل عنده قدرات، وهذه القدرات مسؤوليتكم انتوما انكم تنميوا هذوك القدرات وتظهر مسؤوليتكم، لانه الطفل لو دار اللي عليه او جاب 12 ولكن باش يلحق ال 16 انتم مسؤوليتكم انكم تتبعوا ولادكم. اذا يلا سميره. 1085. 1085 كنا كاع ما زدناش. 1084 كنا كاع ما زدناش. 1984. 1984 جميل جميل جميل. اذا اصبحت غردايا ولايه في سنه 1984. شحال كان عدد الولايات قبل ما يصبحوا 48؟ ثمانية وثلاثين. ثمانية وثلاثين. سبعة وأربعين. سبعة وأربعين. زدنا ولاية واحدة. ثمانية وأربعين. لا 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 راهم 48، ولكن في سنة 1984 صبحوا 48. شحال كانوا من قبل؟ 46. لا لا بنتي زدنا غير زوج ولايات الجزائر هذيك. 32. 32. بون روحي روحي تعالي 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 واعطوني سؤال آخر ثاني. تعرفي أنت يا؟ شوفوا لي الشاطرة هذه تعطينا عدد الولايات. يلا سميرة تعالي تعالي تعالي. شكون لي يلا شوفوا 16. الجزائر طويلة عريضة بلد 2 مليون كيلومتر مربع. 49. 49.
يا بنتي كنا 49 اصبحنا 48، علاه تنقصونا؟ علاه زيدونا؟ 30 ولا 30 شحال؟ لا 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 شحال؟ 38. يلا شوفوا لنا الشطره هذه، يلا شوفوا لنا الشطره هذه. يلا واسمك بنتي؟ عائشه. عائشه الله يبارك، شحال في عمرك عائشه؟ 11 سنه. 11 سنه شاطره في الدراسه بنتي؟ شويه ثاني تقراي مليح. الله يبارك الله يبارك. شحال من ولايه؟ 31. تعالي تعالي احبائي، عدد الولايات في سنه 84 اصبح 48 ولايه، وقبل ما يصبح 48 كان 31. والسؤال اللي راهو جاي في الاخير نعطيكم من درك حتى الاخر الحصه تفكروا فيه، في اي سنه صبحوا 31 وشحال كانوا مقبل؟ وارا معليش هذا فكروا فيه الى غايه نهايه الحفل، شحال كانوا قبل سنه 1984 وفي اي سنه صبحوا هذاك العدد اللي كان قبل 31؟ يلا وراهم اصدقائي، تعالوا اللي ربحوا تعالوا تعال تعال يلا وقف هنا تعال تعال. شحال جبت معدل؟ 15.31. واو 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 شاطر انت. واش راك واش راك حاب تخرج كي تكبر؟ بيلوت. بيلوت انتوكا بيلوت هنا تساعدوا، كاين مطار في المنيعه من يروح للدار يا اخي خيرت بيلوت خاطر المنيعه فيها مطار. نعم اي خاطر كنت تخدم بعيد على بالك باش تجي للدار تولي شغل. الله يبارك. بنتي شحال في عمرك؟ 12 سنه. واش راكي حابه تكبري كي واش راكي حابه ديري كي تكبري؟ طبيبه. طبيبه برافو 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 برافو. عمو يزيد لكم اغنيه احلامي، الطفل لما يحلم احلامي واش يحب يكون باش ولادنا دائما يكونوا عايشين هذاك السحر. بنتي اروحي واسمك؟ عايشه. عايشه عايشه باينه شاطره باينه. الله يبارك بنتي الله يبارك. واش راك حابه ترجعي كي تكبري؟ طبيبه. طبيبه ولا بيلوت؟ فهمينا يلا. طبيبه. طبيبه عاديه ولا طبيبه جراحه؟ جراحه. جراحه. الله يبارك. اعطيني الهدايا تاعهم، اعطيني الهدايا تاعهم. اذا بنتي شركه رامي وشركه شيبس مهبول، تفضلي بنتي تفضلي، يعطوكم هاد الهدايا الجميله هادو ان شاء الله تستفادوا بهم يا اخي. اذا احلامي اكبر اكبر وطموحي احبائي، الطفل لازم يكون عنده طموح، لازم يكون عنده حلم يحقه في حياته. اذا احلامي اي صفحه اغنيه احلامي؟ احلامي صفحه 12. اذا صفحه 12 احلامي، يلا معايا كامل احلامي. احلامي اكثر اكثر وطموحي اكبر اكبر، يا ربي ساعدني اوصل في يوم لما اكبر. احلامي اكثر اكثر وطموحي اكبر اكبر، يا ربي ساعدني اوصل في يوم لما اكبر. فمعلم لي طلابا وصغارا ما احلاهم، اخلاقا وادابا فمعلم لي طلابا وصغارا ما أحلاهم، أخلاقا وآدابا وعلوما أدرسهم. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. حلمي أغدو بناء، هذه مهنتي أتقنها، أبني بيتا وعمارا أغدو بناء، هذه مهنتي أتقنها، أبني بيتا وعمارا ومدارس ما أجملها. أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر. وطبيبا ذاك حلمي، أعالج من ذا يغسلني، هذا رأسي وقدمي، ذاك ضرسي
طبيبا ذاك حلمي، أعالج من ذا يقصدني، هذا رأسي وقدمي، ذاك ضرسي تؤلمني، أحلامي أكثر أكثر وطموحي أكبر أكبر، يا ربي ساعدني أوصل في يوم لما أكبر، حلمي أغدو شرطيا أحمي بلدي وناسي، أنظم سيرا في طريق بتفاني وإخلاصي، حلمي أغدو شرطيا أحمي بلدي وناسي، أنظم سيرا في طريق بتفاني وإخلاصي. شكرا أحبائي، شكرا شكرا. كل المهن شريفة، العمل عبادة أحبائي، العمل عبادة، وإتقان العمل من الإيمان. الإنسان لما تكون عنده عمل ولا مهمة لازم يتقن العمل تاعو، ما لازمش واحد يجي موراك باش يعاود العمل نتاعك، لما تدير العمل باش اللي يجي موراك ما يعاودش يكمل المسار ويكمل الطريق، لأننا الأعمال نتاعنا لازمها تكون متكاملة، أنت تبدأ أنا نكمل، بعد يجي الآخر يكمل مورايا، مش نجي أنا باش نعاود العمل تاعك، لا. لذا إتقان العمل يا أحبائي، إتقان العمل. شكون اللي جا مع جداته اليوم؟ شكون اللي هنا مع جداته يرفد يده؟ شكون اللي معاه جداته؟ يلا يلا يلا. شكون اللي معاه جداته؟ الجدة، الجدة ثم الجدة. جات مع جدتها. إذن كاع اللي جاوا مع جداتهم اليوم رايحين نديروا تقدير للجدة. جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. برافو. برغم كل مشاكستي ضوضاء لعبي ومشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي. برافو. فتحسنين معاملتي بهدوء وحكمتي. أحبائي، وفي آخر الأغنية واش يقول الطفل جدته؟ يقولها خذي من عمري لتحيي لنا، بوركتي يا جدتي. والله يا أحبائي، أنا بالنسبة لي الأولياء درجة أولى، ومن بعد مباشرة معهم على نفس الخط الجد والجدة، لأنه الجد والجدة عندهم الحكمة، عندهم الحب، عندهم الحنان، ما يعاقبوش كما الأولياء. لذا الأطفال يحبوا يروحوا عندهم في العطل وكامل. ومن بعد عندي كذلك أغنية مفاجأة تاني تغنوا كامل معايا. جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. تغنوا جا معايا يلا. جدتي 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 أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. جدتي جدتي أنت سر يا سعدي وفرحتي. بالحب الصافي تكوني لي وتزيدين في تدليلي، بالحب الصافي تكوني وتزيدين في تدليلي، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات، وكم في صلاتك تدعيني بالخير والبركات. جدتي جدتي أنت سر بسمتي، رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي. مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي، فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي.
برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي جدتي جدتي أنتي سر بسمتي رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى ودي من عمري تحيي في حضنك أنا كم أهنى ودي من عمري تحيي لنا بورك دي يا جدتي ودي من عمري تحيي لنا بورك دي يا جدتي 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 أنت سر بسمتي رؤياكي بهجتي يا سعدي وفرحتي برافو 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 أحبائي الجدة ثم الجدة الجدة الحنان لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد عمو يزيد يعطيك الصحة اللي جيت لينا هنا يا المنيعة عمو يزيد يعطيك الصحة اللي جيت لينا بسم الله الرحمن الرحيم نشكر عمو يزيد على هذه الزيارة اللي زارها مدينة المنيعة ونتمنى يرجع لنا في كل عام عمو يزيد يعطيك الصحة اللي جيت لينا هنا يا المنيعة يعطيك الصحة عمو يزيد اللي جيت لينا مدينة المنيعة إن شاء الله تولي لي السلام عليكم السلام عليكم نشكر أخونا عمو يزيد على المبادرة اللي جا بها المنيعة وخاصة الصحراء نشكره شكرا جزيلا ونتمنى كل عام يجينا وشكرا اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات كل الحصص كل الحفلات وأكثر عيد ميلادك أحلى عيد تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وسوف نهديك هدية عيد ميلادك هيا نصفق ونغنيلو هذا البرنامج برعاية رامي
شيبس مهبول قدم لكم هذا البرنامج.